أن نأخذ 40 شاب من قبائل العرب، وكل شاب نعطيه سيف، ويهجموا كلهم على محمد بضربة واحدة، فيتفرق دمه في القبائل، فلا تستطيع قريش، لا تستطيع بنو هاشم أن تقاتل جميع قبائل العرب أو 40 قبيلة من قبائل العرب، فترضى بالدية فنعطيهم الدية وننتهي من محمد. هز إبليس رأسه وقال لأبي جهل: أصبت أصبت، هذا الصواب. وبدأ التنفيذ، 40 شاب من قبائل متفرقة، كل شاب معه سيف، المهمة قتل محمد صلى الله عليه وسلم. ويأتي الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه في بيته علي رضي الله عنه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، نم هنا على هذا السرير، هذا سرير محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمانات لقريش، فإذا أنا خرجت وهاجرت فأوصلها لهم، هذا الفلان وهذا الفلان وهذا الفلان وهذا الفلان هو أكثر أمن، هو المستودع الذي يستودعون عنده أماناتهم الثمينة، لأنه الأمين الذي لا يضيع الأمانة. هذه عندها ذهب حاطته عنده، هذه عندها مجوهرات عنده، هذه عندها فلوس عنده، هذه عندها نقود عنده، فكل الأمانات عنده. فأعطى لعلي أن يوزع، يرجع الأمانات إلى أهلها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويخرج صلى الله عليه وسلم فيفتح الباب، فإذا 40 شاب عند بابه، وهو يقرأ سورة ياسين: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، إلى قوله تعالى: لتنذر قوما لقد حق القول، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، يعني من شدة النوم نزلت رؤوسهم حتى أصبح الذقن واصل إلى تحت الركبة، نازل رأسه، فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فيمشي النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم ولا يرونه ولا يسمعنا ولا يشعرن به حتى تجاوز. فذهب إلى أبي بكر، قال: الصحبة الصحبة، بكى أبو بكر وانطلق، ومعهم ابن أبي أريقط الذي يدلهم الطريق، و عبد الرحمن بن أبي بكر ومحمد بن أبي بكر وذات النطاقين، وبدأت أحداث الهجرة حتى وصلوا لغار ثور حيث اختفوا، وتبعتهم قريش ووقفت على باب الغار، فقال أبو بكر: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. رجل يتبعهم بالغنم ليخفي الأثر، وآخر يأتيهم بالخبر، وذات النطاقين تحمل الطعام فلا تجد ما تربط به الطعام، فتأخذ نطاقها فتشقه شقين، تربط هذا وهذا ثم تحمله، فيسميها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات النطاقين أسرة أبي بكر. يأتيها أبو قحافة والد أبو بكر، يقول لهم: ما ترك لكم أبو بكر؟ وكان أعمى، فأخذت أسماء بيده وأخذت حجارة وغطت عليها بثوب وجعلت يده يتلمس الحجارة من فوق الثوب، قالت: ترك لنا هذا كله، حسبه ذهبا، فقال: إن كان ترك هذا فقد ترك خيرا كثيرا. ثم يعود يسأل: أين ذهب؟ في أي طريق؟ فتقول له أسماء: لا أعلم. ثم تخرج فتسمع صوت مسلم من الجن يعطيهم الخبر، وكالة الأنباء الإسلامية الأولى من الجن. جزى الله رب العرش خير جزائه، خليلين حلا خيمة أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، فقد أفلح من أمسى رفيق محمدي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل،
وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم إنك أنت الله عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، ذا الجلال والإكرام، بيدك ملكوت كل شيء، وإليك المرجع والمصير. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ألا تجعلنا أشقى الخلق بك. اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء، اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، ألا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ألا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ألا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا كربا إلا نفّسته، ولا كربا إلا نفّسته، ولا كربا إلا نفّسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا أيما إلا زوجته، ولا أيما إلا زوجته، ولا أيما إلا زوجته، ولا ذا حاجة إلا أعطيته حاجته، ولا ذا حاجة إلا أعطيته حاجته، ولا ذا مسألة إلا أجبت سؤاله. اللهم إنا نسألك بنورك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، نسألك بنور وجهك الذي ملأت سبحات أركان عرشك أن تنور قلوبنا وقبورنا ووجوهنا، وأن تجعل بين أيدينا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، وأعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض. اللهم إن كان في سابق علمك أن ليلة القدر لم تأتي بعد، فنسألك أن توفقنا لقيامها. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيامها على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم قد فرطنا في رمضان، فلا تجعلنا نفرط في ليلة القدر، يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن، اكتب لنا فيها عظيم الأجر، اكتب لنا فيها أعظم أجر. اللهم اجعلنا لها من القائمين، واجعلنا فيها من المقبولين، واعتقنا من نارك يا رب العالمين، واجعلنا من ورثة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا الله، باسمك الحي القيوم، باسمك العلي العظيم، باسمك ذا الجلال والإكرام، بجميع أسمائك وصفاتك وكلماتك، أن تغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك نصراً عاجلاً مؤزراً للمجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم من أراد إعلاء كلمتك ونصرة دينك فانصره حيثما كان وكيفما كان. اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين في سبيلك في كل زمان وفي كل مكان. اللهم من أراد إعلاء كلمتك فأعلي شأنه وأعلي قدره، واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه. ومن أراد سوءا بالإسلام والمسلمين فإنا ندرأ بك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم أرنا عجائب قدرتك في أعداء هذا الدين، اللهم أرنا عجائب قدرتك في أعداء هذا الدين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا ودود يا ودود يا ودود، يا مجيد يا مجيد يا مجيد، يا مبدئ يا معيد، يا مبدئ يا معيد، يا ذا البطش الشديد، يا ذا البطش الشديد، يا ذا البطش الشديد، يا فعالا لما يريد، يا فعالا لما يريد، يا فعالا لما يريد، يا من إذا تضايقت الأمور رجعت إليه، وإذا كثرت الحوائج رفعت إليه، وإذا غلقت الأبواب فتح بابه لتهتدي العقول إليه. يا مجيب دعاء المضطر، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، نسألك اللهم نصرا مؤزرا للمجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم اجمع كلمة المسلمين على البر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. اللهم احفظ للمؤمنين إيمانهم وللمسلمين إسلامهم. اللهم احفظ المسلمين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بك ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم فجر لأمة محمد خيرات الأرض، وأنزل على أمة محمد بركات السماء. اللهم إنا نستودعك أطراف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم احفظ هذه الأمة في أطرافها، اللهم احفظ هذه الأمة في ثغورها. اللهم إنا نسألك أن ترد البلاد المغصوبة من الأمة الإسلامية إليها.
اللهم رد إلينا الأندلس ردًا جميلًا، ورد إلينا الأقصى ردًا جميلًا، ورد إلينا كل شبر من أرضٍ اغتصبه أعداء الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم املأ أرضك عدلًا ونورًا وهدى، وانشر بنا دينك، واعلي بنا كلمتك، ووفقنا لمرضاتك، واجعلنا جنودًا من جنودك. حبب إلينا الإيمان وزيِّنه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين، ولوجهك الكريم من الناظرين، ولوجهك الكريم من الناظرين، ولوجهك الكريم من الناظرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وحبب لنا الإحسان وزينه في قلوبنا، وحبب لنا كل خير يا ذا الجلال والإكرام، إنك على كل شيء قدير. وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا أجمعين من الراشدين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا، وأصلحنا وأصلح بنا. على الله توكلنا، إلى الله أنبنا، إلى الله المصير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا أجمعين ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم وحسنت خواتم أعمالهم، وأسعدتهم اللهم في الدارين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ نساء المسلمين وبنات المسلمين وأبناء المسلمين وأموال المسلمين وأعراض المسلمين، واحفظ المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل المسلمين على الحق والدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للتواصل مع الشيخ الموقع الإلكتروني www.الشنقيطي.com، البريد الإلكتروني محمد@الشنقيطي.com، تويتر @الشنقيطي، جوال 00-9665-333-88-959. فأنوار علم رزين أصيل يعود لوحي الإله المجيد، يعود لوحي الإله المجيد. فذا ملتقى الملتقى للتقى، لنسعى جميعا لنيل المزيد، لنسعى جميعا لنيل المزيد. نروب المعالي بجهد جهيد، ليصبح فهم الحياة جديد.